ترى عن مجمل التطورات الميدانية فيما يخص تفشي وباء فيروس كورونا. ينضم معنا مباشرة بصوت وصورة مراسلنا من بغداد الزميل جابر جمال. بداية جابر، أهلا بك ورمضان كريم وكل عام وأنت بألف ألف خير. أين أنت الآن تتواجد؟ هل لك أن تصف لنا أجواء الشارع العراقي في أول أيام شهر رمضان الفضيل؟ تفضل. نعم قصي، ولك بالمثل ولكل مشاهدين الكرام، رمضان كريم على كل العراقيين وكل المسلمين في أنحاء العالم. أتواجد الآن في تقاطع جامعة بغداد، واليوم الجمعة، تعلم قصي، إذا نتحدث عن الحركة صباحا هي الحركة قليلة جدا، خاصة مع دخول بغداد وبعض المحافظات بحظر شامل منذ يوم أمس، منذ مساء يوم أمس وبغداد دخلت بحظر شامل، لكن هنالك مخاوف قصي من يعني إنشاء تجمعات سكانية أو تقارب سكاني ما بين المواطنين، خاصة بعد الإفطار، بعد وجبة الإفطار هنالك مخاوف من المواطنين بتكون مجاميع من المواطنين عبر لقاءات داخلية أو خارجية في بعض المناطق، يعني نتحدث عن تجمعات ما بعد الفطور وقضاء الأوقات و العرف الموجود في المجتمع العراقي بإنشاء تجمعات من أجل قضاء الأوقات بعد الفطور. هذه إحدى المخاوف. أيضا هناك مخاوف من عودة بعض الألعاب الشعبية التي تتواجد في المناطق الشعبية خاصة، وهنالك أيضا مخاوف من تفشي الفيروس حتى من خلية الأزمة، وكما جاء على لسان مقرر خلية الأزمة الدكتور جواد الموسوي من المخاوف من تفشي الفيروس بسبب الفتح الكامل لحظر التجوال في الأيام التي نصت عليها خلية الأزمة واستثناء الحظر في يوم الجمعة والسبت. طالب الدكتور جواد الموسوي بقلب المعادلة بأن يكون الفتح الكامل للحظر هو يومين فقط، وأن يلتزم بقية المواطنون ببقية الأيام بالتعليمات الخاصة بحظر التجوال وعدم الخروج. هذه هي المخاوف، تأتي بعد ارتفاع أعداد المصابين قصي إذا قارناها بالأيام الماضية، وهنالك أيضا مخاوف من ارتداد الفتح الكلي الذي حدث في اليومين الماضيين واستمرار هذا الحظر في الأيام المقبلة. فتح الحظر تحدث عنه، نعم، هنالك مخاوف من ارتداد عكسي بارتفاع أعداد المصابين، خاصة وأن يوم أمس وصلت الأعداد إلى 45 حالة. تتخوف أيضا اللجان الطبية والملاكات الطبية من أن يضيع التعب الذي يعني في الأيام الماضية، الذي كان في الأيام الماضية يسري عليهم من أجل السيطرة على الفيروس، أن نعم يذهب هباء منثورا بعد فتح الحظر والتقاء المواطنين. خاصة نحن رصدنا المواطنين في الشارع، غالبية المواطنين لم يلتزموا بالكمامات وبارتداء القفازات والإجراءات الوقاية الصحية. نتحدث عن تقارب كبير في المواطنين بين المواطنين في بعض المحال التجارية، الأسواق، ايضا محال الخضروات، كذلك بعض محال الملابس. هنالك جابر، خلية يعني الأزمة حضرت من أبعاد خطيرة، يعني بسبب الاكتظاظ بالمجمعات التسويقية بعد رفع الحظر الجزئي، وكذلك أيضا يعني خلية الأزمة يعني حضرت من أمور عديدة، يعني منها التلويح بعودة فرض الحظر الشامل بسبب يعني عدم دراية الناس واكتظاظهم في المحال التجارية. بالفعل قصي، ربما يعود الحظر الكامل في الأيام المقبلة، خاصة إذا ما يعني صرحت خلية الأزمة كما ذكرت قبل قليل ب يعني وجود أعداد كبيرة من المواطنين في الشارع وفي المجمعات التجارية، كذلك في بعض الأماكن الأخرى هنالك وجود للمواطنين بشكل كبير جدا واكتظاظ واضح دون الالتزام بالمعايير والسياقات والآليات الخاصة بالسلامة الشخصية والصحة الشخصية. هذه المخاوف ربما سيعود على أثرها حظر التجوال الكامل. كما قلت لك أيضا هنالك مخاوف من ارتفاع الأعداد بنسب كبيرة جدا، يعني في الأيام الماضية وصلت الأعداد إلى 20 و25 و19 حالة، بينما يوم أمس قفزت تلك الأعداد إلى 45 حالة، وربما تتصاعد الأعداد مرة أخرى في حال استمرت هذه التجمعات. تعلم أن لو شخصا واحدا يعني مصاب أو يحمل هذه العدوى سينتشر بين صفوف العديد من المواطنين في حال وصول هذا الشخص إلى يعني تلك التجمعات أو جلوسه مع عدد كبير من غير المصابين، سينتشر هذا الفيروس، وبذلك الجميع يتحمل مسؤولية السلامة الشخصية وعدم
تفشي الفيروس بالالتزام بالمعايير الصحية كما ذكرت لك قصي. من المفارقات أن كثير من المواطنين لا يرتدون الكمامات والقفازات ولا يلتزمون بالإجراءات، مثلا يعني المسافة التي تحدثت عنها خلية الأزمة أو وزارة الصحة وحتى الصحة العالمية بوجود مسافة معينة بين كل شخصين في الأسواق والمحال التجارية. كثير من المواطنين لم يلتزموا وجزء آخر التزم بهذه التعليمات. حدثنا من بغداد بصوت وصورة زميل جابر جمال، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الثالثة. شكرا جزيلا لك.